الآن حنجي نشرح فكرة بسيطة عن الفولدرات دي اللي شفناها كروت يوزر. اللينكس عنده في النظام حقه عنده فولدرات لكل حاجة، عنده فولدر مخصص، ما كل حاجة بتكون موجودة في أي مكان. مثلا الفولدر ده اللي هو السلاش ده هو الروت، ده البيز حق الفايل سيستم حقنا. الفايل سيستم حقنا مبني كله أساس الروت فولدر ده، كل الملفات والدايركتريز والسب دايركتريز وكل حاجة، وكل هارد ديسك والسي دي رام والدرايف والفلاش كل هذه تحت الروت دايركتري، ما في حاجة برا الروت دايركتري، كله أندر الروت دايركتري. واحدة من الفولدرات الموجودة تحت الروت دايركتري فولدر اسمه بن، دايما نلاحظ السلاش فورورد سلاش. هنا دي الفولدر ده لينكس بيعمل بينفذ البرامج او البرامج الاكسكيوتابل بروجرامز بتكون موجوده هنا. اكسكيوت بروجرامز هي بارت اوف لينكس اوبريتنج سيستم، يعني مثلا زي الاوامر بتاعت الامر كات اللي بيعرض لك محتوى الملف، هو عباره عن executable file موجود في الفولدر ده بن، لما تكتب في التيرمينال كات بيتنفذ الملف ده فيعرض لك محتوى الملف. لما تعمل تستدعي الامر cp copy ده ملف executable file موجود في الفولدر ده، لما تكتب هناك cp ملف space ملف ويعمل copy، معناه الملف ده executable copy file ده اشتغل ونسخ لك الملف من مكان لمكان. ls بيعرض لك ليست للملفات، هو برضو اكسكيوتابل فايل موجود هنا في الفولدر بن، وكثير من الملفات موجودة هنا في الباينري فولدر. اذا الاكسكيوتابل بروجرامز بتكون موجودة هنا بتتنفذ من هنا، ده الديفولت. عندك فولدر تاني اسمه بوت. طيب البوت اللينكس كيرنل والملفات الثاني اللي بيحتاج، يعني احنا قلنا اننا عندنا بوت لودر اسمه ليلو وبوت لودر اسمه كراب، فالبوت لودرز او البوت مانجرز بيحتاجوا الملفات دي الموجوده في الفولدر بوت عشان يعملوا بوتنج للاوبريتنج سيستم لينكس، وكل الملفات اللي بيحتاجها لينكس عشان يعمل بوتنج موجوده هنا في الفولدر ده اللي اسمه بوت. اذا الكيرنل والملفات ممكن تكون في أي مكان تاني، ما ضروري تكون هنا، لكن دايما بيتم وضعه في البوت دايركتري عشان ينظم الشغل أو الشغل يكون منظم، ويكون في الكونفيجريشن مرتبط بالبوت دايركتري، الكونفيجريشن بتاع الكراب والليلو. أيضا عندي فولدر اسمه ديف DEV، هو بيحتوي ملفات خاصة بتمثل الديفايزز المتصلة مع السيستم، يعني عندك سي دي رام متصل مع السيستم يكون موجود في الديف، ملف يمثل السي دي رام، عندك ملف بيمثل الفلاش، عندك ملف بيمثل الاكسترنال هارد ديسك، عندك اكسترنال هارد ديسك، فيبقى الديفايزز في شكل ملفات موجودة في الفولدر. وعندك فولدر تاني اسمه اي تي سي، معظم السيستم كونفيجريشن فايلز دايما لينكس عنده ملفات بتاع التهيئة كونفيجريشن هتشوف اللي قدام، هو الانيشاليزيشن سكريبتس، السكريبتس اللي بتعمل تهيئة دي كلها موجودة هنا في الفولدر ده اسمه ATC، يعني الكونفيجريشنز ملفات التهيئة بتكون موجودة هنا، لو تعمل أي تهيئة لأي ملف تلقاه موجود في الدايركتري ده. الهوم دايركتري تحت الروت برضو هو الهوم دايركتري لكل اليوزرز، أي يوزر عنده هوم دايركتري، زي ما شفنا هوم جوا اي اي اي، معناه لو أنت اليوزر اي 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 في عندك فولدر اسمه اي 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 جوا هوم، في يوزر تاني اسمه اي بي سي يكون عنده فولدر اسمه اي بي سي جوا هوم دايركتري. إذا كل اليوزرز
الدايركتوري بتاعت كل اليوزر بتكون في الهوم دايركتوري. في دايركتوري اسمه لي ال اي بي او اختصار للايبراري، فالملفات بتاعت اللايبراري الفايلز لايبراري فايلز لكل البرامج يكون مخزنة في اس ان وفي بي دايركتوري. تشمل اللي هي اللودابل درايفر موديولز، الدرايفرز اللي بيحصل لها لودي تكون موجودة معاهم، نيدد محتاجة تو ستارت لينكس. يعني البرامج المخزنة في الاس بين وفي البين، اللايبرري الفايلز حقتها بتكون موجودة في الفولدر ده اسمه ليب. عندي برضو لوس زائد فاوند، لوس زائد فاوند ده اللوس فايلز، اي ديس بارتيشن عنده لوس زائد فاوند دايركتوري موجود في اي بارتيشن. فولدر ميديا او الدايركتوري ميديا، الميديا يكون فيه ولا اتاش ديفايسز، مثلا ميديا سي دي رام ده بيكون للسي دي رام، محتويات السي دي رام بتكون موجودة في الفولدر ده. الميديا سي دي رام زيرو مثلا دايركتوري مثلا للرانينج سي دي دي في دي رام درايف، اذا كان عندك سي دي دي في دي ريكوردر ممكن يكون عندك فولدر اسمه ميديا ريكوردر اللي هي تخزن تسجل معلومات في السي دي وفي الدي في دي، او ميديا سي دي رام. و برضو ممكن يكون عندك ميديا دي في دي، ممكن يكون عندك ميديا تستخدم ماونتينج ملفات بتاعت السيستم في ريموفابل ميديا زي سي دي دي في دي رام درايف. الفلاش درايف برضو ممكن يكون عندي فولدر، الاكسترنال هارد ديسك لو عندك فلوبي ديسك قديم او زيب درايف فيها اجهزة قديمة تكون لسه مشغلة الفلوبي درايف برضو يكون عندها فولدر اسمه ميديا فلوبي. يبقى كل الاجهزة الاكسترنال ديفايسز يكون عندها فولدرات هنا في الميديا. الام ان تي هو temporary mounted file system، ملفات اللي بيحصل لها temporary mounting system بتكون في الفولدر ده. OBT اللي هو ال storage أو ال large application software، يعني عندك software كبيرة عندها باكيج ضخمة فبيتم تخزينه هنا في المكان ده optional. مثلا ال open الليبر اوفيس او الاوبن اوفيس سويت بيستخدم او بي تي دايركتري لتخزين حاجات فيها. البروك فولدر اسمه بروك بيكون عندك معلومات كاملة عن البروسيسز الشغالة في اللينكس سيستم، البروسيسز العمليات الشغالة في السيستم حقك بيكون معلوماته موجودة هنا في بروك. ممكن تفتح الفولدر ده وتعمل edit status تشوف العمليات شغالة كيف، allocation حجزة كم في الميموري كم في السي بي يو شغالة قدر شنو كده، ده شغل الديفلوبر. طبعا الروت دايركتوري طبعا هم الهوم دايركتوري for the root user، يعني لما يكون عندك root user الهوم دايركتوري حقه هو ده سلاش روت. السلاش اس بين ده الاكسكيوتابل فايلز representing commands typically used for system administration task، يعني system administration task المهام بتاعت system administrator اللي بيستخدم ملفات تكون حقته موجودة في الاس بين و used by the root user. برضو root user يستخدم أوامر زي مثلا halt، الأمر halt هو بيعمل توقيف للسيستم أو
شت داون للسيستم دي كلها بتكون موجودة في الفولدر اسبين. أوامر زي دي بتاعت الادمنستريتور. SRV اللي هي داتا فور سيرفيسز، مثلا عندك ويب و FTP تعمل FTP اللي هي الفايل ترانسفور بروتوكول. السيرفيس الداتا بتاعته بتكون موجودة هنا في الفولدر ده، وعندي فولدر اسمه سيس دي انفورميشن اباوت ديفايسز، معلومات عن الأجهزة بواسطة بيشوف اللينكس كيرنل، يعني لو عايز معلومات بيجي يشوفها هنا في سيس. تي ام بي اللي هي تمبرالي دايركتوري، دايركتوري مؤقت اي يوزر ممكن يستخدم الدايركتوري ده. سلاش يو اس ار ده سب دايركتوريز فور ماني امبورتنت بروجرام سوتش از مثلا اكس ويندوز سيستم، وملفات زي دي بيحتاجها او النظام زي ده بيحتاج فولدرات. سلاش بار ده اللي هو various system files زي مثلا اللوكس، دي من الملفات المهمة اللوكس اللي هي انت لما تدخل على السيستم اي حاجة بتعملها تخزن في اللوكس files. والسب دايركتوري holding other information، في سب دايركتوري عندنا معلومات تانية زي مثلا الفايلز for الويب سيرفر و الانينمس اف تي بي سيرفر، المعلومات دي كلها بتكون موجودة في الفولدر او الدايركتوري بار. كده اخذنا معلومات عن مبسطة عن إدارة الملفات في لينكس، وإن لينكس بيكون عنده فولدرات أو دايركتوريز مخصصة لكل شغل معين، للإكسكيوتابل فايلز عنده دايركتوري، لليوزر عنده هوم دايركتوري لليوزرز، عنده مثلا دايركتوري للبروسيسز معلومات الشغال الآن وهكذا. طيب في العمل لاب 5 مفروض نقدر نشوف الدايركتوري اللي اتكلمنا عنها دي، انت ما حتقدر تشوفها لو ما عملت روت يوزر. اذا انت مطلوب منك كيف تعمل روت يوزر، شرحتها انا في المحاضرة. اعمل لنفسك روت يوزر، ادخل على الدايركتوري افتحها، شوف الفولدرات، شوف البروت فولدر فيه شنو، شوف الفولدر بتاع الاس بي موجود فيه شنو من الملفات، ادخل في الملفات اشوف الفرق بيناته والمحتويات بتاعته وتفاصيل اكتر عنها، واستخدم الاوامر اللي درستها قبل كده كروت يوزر، شوف الفرق بينات لما تعمل امر كروت يوزر وامر كيوزر عادي شنو الفرق بيناتهم.